لما منظومة الفساد تتحكم بمفاصل الدولة، تفقد أرقام الموازنة معناها، وبظل هالمنظومة بعد السلطة اللبنانية من سنين عم تسقط بامتحان الموازنة. وإذا نجحت نظرياً تفشل بالتطبيق، ومن سنة لسنة الفساد عم بشبشب والبلد عم بهرجل. هرجل البلد، عنوان حلقة جديدة من 20-30 الخميس 9:30 المساء على الـ LBCI والـ LBC.